السلام عليكم ورحمة الله. الزبون هذا من أمريكا، طبعا أمريكا، السويد، ألمانيا، الدول الأوروبية كلها يطلبون يعني تغليف شوية قوي على مدة تلف البضاعة بالطريق، فأنا أضطر أوصي كراتين من المصنع. شوفون هذا الكرتون، يعني هذا الكرتون أنا موصيه من المصنع، باو شوف، شوفون الكرتون كأنه ما خشبة، يعني مو كرتون. فهذا الكرتون أنا وصيته صار خاص على حسابي، ويدللون الزبائن على مود توصلكم البضاعه قويه، هذا كله جوده عاليه، الاحذيه حلوه تعرفوها، والكراتين سبيشل، وهذه حاليا راح تروح، لان هذا عندنا اكثر من زبون بحاويه واحده، فراح تروح هسه للميناء، ومن الميناء بعدين تتحمل، عندنا على حسب الولايات، اكو عندنا كاليفورنيا، عندنا غير زبائن، شايفين الف خير ان شاء الله، طبعا شحن وجمارك وضريبه كل احنا نتحمله، يعني البضاعه توصل لك صافيه، ما تدفع غير اجور، بالنسبه لالمانيا، السويد، دول اوروبا، كندا، بعد ايش عندنا؟ امريكا، جميع الولايات، وبعد عندنا هواي دول، لكن لسه بعض الدول ما شحنا لها مثل الجزائر ما عندنا شحن، بعد شنو؟ ايش عندنا بالله؟ تونس لسه ما عندنا شحن، المغرب ما عندنا شحن، تركيا ما عندنا شحن، ايران يعني ما عندنا شحن، بس اكو بعض، عندي واحد زبون هو اخذ البضاعه من عندي، هو شاف شركه الشحن هو كملها، فاذا انت تشوف شركه الشحن ما عندنا مشكله، تريد تشحن معانا، احنا نشحن تقريبا حاليا تقريبا 50 دوله، شايفين الف خير ان شاء الله. طبعا الاحذيه على حسب الدول، اذا الدوله مالتك الجمارك والشحن بها غالي فلازم تاخذ الاحذيه الغاليه على مود تصرف لك، يعني مثلا هذا الزبون الاحذيه اللي دزينا لها فقط اللي سعره 4 دولار 5 دولار 6 دولار، ليش؟ لان هو الحذاء غالي، من تحمل عليه شحن وجمارك فد 3 دولارات يتحمل، ماكو مشكله ممكن تربح به، عرفت شلون؟ لكن اذا تاخذ حذاء رخيص والشحن والجمارك غاليه ما يصرف لك، طبعا يعتمد على حسب الشروات. طبعا لا ماركات مقلده ولا نايك ولا اديداس ولا كذا، هاي كلها ما تدخل هذه الدول، شايفين الف خير ان شاء الله. شوفكم بعد البضاعه جوا، هاي التغليف مالتها مثل ما تشوفون كلها بهالطريقه، كراتين نخلي بيها 12 زوج، كراتين نخلي بيها 15 زوج، هذا الباقي من حاويه ايران اللي حملناها اليوم. وبعض الزبائن ايضا ياخذون بدون علبه، هسه هاي شوف علبه فارغه، لان الزبائن اخذوا بضاعتهم بدون علبه. ولا تنسون الشروات العاليه الجوده مثل هيت شروات، هذه توب. هسه هذا عندنا ب 4 دولار. هذا عندي 1313 زوج. عندي هذا الموديل 420 زوج، عندي هذا الموديل 350 زوج، عندي هذا الموديل 543 زوج، جودة عالية، بضاعة كلش حلوة. شايفين الف خير؟ لسه بعدنا جاي نحمل بهاي السيارة، والسلام عليكم ورحمة الله.